اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده من برنامجكم اللي بيتابعوه اكله امي. اكله امي النهارده بناء على رغبه الساده المشاهدين، الكل بيتواصل معانا ومن خلال السوشيال ميديا بنعمل عمليه حصر لكل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها وبنجاوب عليها عملي في حلقه من الحلقات اللي بنخصصها من خلال الاسبوع. النهارده مع بعض الدجاج المشوي على السيخ بالكاري. نقدر نقول فيه التشيكن كاري ده معروف من المطبخ الهندي، بيتقدم معاه رز ابيض او رز بالخضار زي ما احنا حابين. انا هعمله النهارده بطريقه جديده وبشكل جديد وبطعم تاني، هنشوف نعمله ازاي مع بعض ونقول ايه سر اضافه الزبادي والخل في تتبيله الدجاج، هل عشان يخليه طري ولا يستوي بسرعه. معانا النهارده طبق لطيف جدا، الفروت سلطه، هنعمله فطيره النهارده. الفطيره هنعملها بعجينه الطرط على طريقه الخاصه هتعجب حضراتكم، وهنخلي الشوفان يشارك مع الفروت سلطة اللي هي تشكيله من الفواكه اللي موجوده عندنا من عند الفكهاني عندك في درج الثلاجه. الاولاد مش بياكلوا الكيوي، مش بياكلوا الموز اللي استوى، كل ده بيتقطع مع بعض ويتحط في محلول ملحي او محلول حامض عشان لونه ما يتغيرش. اما النهارده برضو معانا سلطه، النهارده انا بسميها السلطه الشامله او المتكامله الذهبيه، اللي هي سلطه الروس سلطة، غنيه جدا بالبروتين الحيواني، فيها كربوهيدرات، فيها نشويات، فيها بوتاسيوم، لطيفه جدا، اللي هي سلطه الروس سلطة. دي هنقدم فيها مايونيز وتونه كمان اوميجا 3، اصبح ان الطبق السلطه ده كافيل ان هو يقوم بوجبه غدا او وجبه عشاء لطيفه فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الرياضيين والاطفال ولادنا، ربنا يديهم الصحه ويكملها على خير. خلونا نطلع فاصل صغير لان حلقتي فيها تفاصيل كتير، فيها مشوي دجاج النهارده وفيها معلومه غير معلومه وافكار بسيطه وسهله، ولكن احنا مش بنعمل اكل وبس، لا احنا بنقول معلومات سهله جدا تسهل على حضرتك انك تخش المطبخ تقدري تعملي اللي نفسك فيه بشكل تاني وبطعم تاني وتغيري من مطبخك كل يوم في ترتيبه، حتى بيديكي طاقه ايجابيه. الحاجات اللي على الرف، الحاجات اللي في الثلاجه دي مهمه جدا. انا مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تروحوا بعيد، تابعوني. تعالوا نشوف مع بعض مقادير لطيفه جدا لعمل فطيره الفواكه المشكله بالشوفان. المقادير على الشاشه، كوبايتين دقيق بياخدوا ربع كوب من السمنه والزبده، معلقه بيكنج باودر صغيره، بيضه دي عجينه الطرط تاخد من السوائل حليب او ماء دافي، بنعجن العجينه بنسيبها تتخمر. هي فيها خميره يا ابو غازي عشان تتخمر؟ لا، البيكنج باودر مع الدقيق لازم ياخد وقته علشان ماده الجيلاتين اللي موجوده في الدقيق تشتغل وتلم العجينه مع بعضيها. عجننا العجينه مسبقا عشان نكسب من وقتنا ونبدا ان احنا نعمل حاجات كتيره لحضراتكم. العجينه بتعجنيها وتغطيها على جنب بشاشه او بفوته زي ديت، ومعانا فواكه زي الفل اهيت، مخرجنا الجميل بتتقطع زي الفروت سلطة عينيه، ومعانا الشوفان مكانه، ومعانا عسل ابيض، عسل نحل، زهره البرسيم، اطفئوله. تعالوا نعمل الفطيره مع بعض اهو. عجينه الطرط جاهزه، ومعانا قالب طرط، ممكن يكون صينيه عاديه خالص، في قوالب بتتباع عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه بتتجاب اشكال والوان. وفري من المصروف بتاعك، مش كل يوم فراخ ولحمه وسمك، خلي يوم عدس، يوم شوربه عدس، يوم بسقعه، يوم كشري، يوم حواوشي، ووفري كل شهر كده مبلغ صغير تجيبي بيه حاجات لطيفه للمطبخ، تعملي بيها حاجات حلوه لاولادك، اكسسوارات مطبخ يعني، بتخليكي في المطبخ كده تبدعي، تديكي ايه؟ نفس، وبتشجعك انك تعملي حاجات حلوه. العجينه بتاعتنا زي الفل. زي الفل، هنفرد العجينه مع بعض بسرعه كده عشان عايز ادخلها في الفرن تتشمع. عينيا، حاضر، نطلع فاصل. هنفرد العجينه كده، ودايما عجينه الطرط بتكون عجينه سميكه شويه وناشفه شويه غير عجينه البيتزا عشان نتحكم فيها. سيبوني مع العجينه افرتها وادلعها كده وافرتها في القالب بتاعي ونشوفها بعد الفاصل ازاي مستويه او متشمعه بتاخد الفروت سلطة مع الشوفان. او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. وعجينه الطرط هستاذن مخرجنا الجميل نشوف المقادير. شفناها مع بعض، انا عملت العجينه رشيتها قرفه ناعمه ودخلتها الفرن. حلو الكلام؟ نبص عليها كده، ايه رايك مخرجنا الجميل حبيب هارتي؟ والطرط في ايه ده؟
احنا ما يهمناش حاجه، الكريت داخل جوه الفرن، ايه القلب الجامد ده؟ عجينه الطرد بتستوي في الفرن بشكل لطيف طبعا، وحاطط عليها قرفه ناعمه عشان حضراتكم تشوفوها. الفواكه بتاعتنا هنجهزها ونحضرها، اللي احنا هنبدا ان احنا نحطها في الطرد. طاسه زي دي على النار، باخد الفواكه الحلوه دي كده. ركزوا بس في الموضوع ده كده عشان لطيف، عندي شويه شوفان وعندي من الزبده مكعبين، حلو الكلام اهو، دي زبده حلو قوي تمام. بحط عليه الزبده كده معلقه سمنه صغيره، حته سمنه كده مرمله زي الفل. باخد شويه صلصه من دي كده، خرجنا الجميل عايزني اشرب الفراخ، شايفين اللون ده كده؟ كل ما تستوي شويه وتنشف تسقيها محبه، اقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه، اديني كلمه حلوه شجعني. والفراخ بتستوي وانا واقف جنبها، والزبده بتسيح وانا واقف جنبها. حلو الكلام، حلو الكلام. ناخد الشوفان بتاعنا ونصلي على الحبيب يتحمر في شويه الزبده. شوفان المقادير شفناها على الشاشه، حبوب الشوفان اهي، ودي موجوده في اي سوبر ماركت باشكال مختلفه. بنحط على الشوفان ده يا عم الشيف شويه قرفه ناعمه، اللهم صل على النبي، قرفه ناعمه اهي، حلو قوي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ونجيب معلقه خشبيه ما مرتش لا على بصله ولا على تومه، بريئه. ونقلب الشوفان في الزبده مع القرفه، والشوفان يتحمص مع الزبده والقرفه. وانا شغال كده، عيني. الشوفان هنا بيفرد عضلاته، الشوفان هنا بيفرد عضلاته. يعني ايه بيفرد عضلاته يا شيف؟ يعني راحت الزبده فين والسمنه شربها، ففرد عضلاته علينا، بقى بروتين حيواني والياف فعاله والياف غير فعاله موجوده في الشوفان. الشوفان يطلق عليه مكنسه المعده، بيمتص طبعا الدهون وبيشيل الدهون، ومفيد جدا زي القهوه. اقلبه كده، تحميصه حلوه كده كانه بحمص مكسرات. الشوفان مع القرفه، وحقوق الطبع لدينا وبس. انت عارفه بقى في السوق او مثلا خارج يا استاذ احمد يا شفيق، دايما الجمهور بتاعي يقول لك وحقوق الطبع لدينا وبس يا مغازي. الناس حفظت الموضوع، حفظت الحكايه بتاعتنا، هدفنا دايما المطبخ يحب الجديد. تحميصه الشوفان مع الزبده والقرفه. يشرب ايه بقى الشوفان ده دلوقتي؟ يشرب ايه؟ هو ده الكلام، معانا عسل. اي نوع عسل، ولكن انا بفضل دايما عسل زهره البرسيم، اللهم صل على النبي. الشوفان طبعا هنا متحمص، اول العسل ما ينزل عليه يقول له ايه؟ اهلا بيك يا عسل، ويجعل ايامنا عسل. ونقلب الشوفان مع العسل. اول برضو الشوفان ما يسيب نفسه كده. ده تحميره. هطلع الفراخ دلوقتي حالا، انا عارف، بس انا برضو زي ما قلت لحضرتك كده، انا بحب الفراخ مستويه. ناخد الفواكه بتاعتنا اهي عصره كده، ما تضغطش جامد، احنا عارفين عندك عضلات. ما تضغطش جامد، بره خليك حنين، عشان ميه الفواكه دي عايزينها. بس مش هننزل بها دلوقتي. ميه الفواكه فيها فيتامين سي، اذا كان الجوافه ولا البرتقال ولا عصير الليمون اللي موجود فيها. والفراوله كمان غنيه في فيتامين سي. عينيا عينيا، بس خلينا نقلب الاول يتعرفوا على بعض. عشان لو نزلت بالسيرب ده المخرج بيقول انزل بيه، هيجمع الشوفان في حته واحده. انا عايز الشوفان يخش في دغاشيش الايه؟ الفواكه. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الطرت الجديد؟ انا ما شفتوش قبل كده ده. على الطرت كده ما ياخد غلوه على النار. طيب هننزل بالخلطه دي كده هنا، تمام كفايه زي الفل. شربها الشوفان، عينيا. الشوفان مع الفروت سلطات بتاعنا، عجينه الطرت في الفرن، الشوفان هنا بيفرد عضلاته ما زال. نرفع الشوايه بتاعتنا من النار، ناخد كل حاجه كده بقى يا عم الشيف ونحطها في عجينه الطرت، عشان عندي سلطه هقلبها بس هي خالصه. اللهم صل على النبي.
الطرت بتاعنا زي الفل يا عم الشيف. خليه هنا اهو، عجينه الطرت جاهزه اهيت. باخد الخليط بتاعنا ده كده زي الفل، بنزل بيه طبعا اهو، اللهم صل على النبي اهو. حلوه يا شيف، حاجه حلوه وجديده. بعدنا عن الكريمه، بعدنا عن الكاستر. هنا العجينه بتشرب الصوص اللي بينزل ده كده، والسيرب بتاعنا بتاع الفواكه اهو، وهنا الشوفان مبين عضلاته جوه الفواكه. هدخل الفروت سلطة للفرن. حلو الكلام. الزبده هنا هتساعد على تحمير وكرمله الفواكه، القرفه الناعمه، الطعم اللطيف الجميل. هندخله الفرن مع بعض ونشوفه بعد ما يطلع من الفرن في اخر دقائق لينا، نكون غرفنا مع بعض السلطه بتاعتنا. العجينه ثلاث ارباع سوا، اللهم صل على النبي. زي ما هي كده نبص عليها البصه الاخيره اساتذه المصورين حبايبي. فطيره الفواكه المشكله بالشوفان مع القرفه. حلو الكلام. ونطلع الطرت بتاعنا هنا. حلقات النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نعمل فراخ مشويه على السيخ. عملنا كمان يا عم الشيف حاجه لطيفه قوي، عملنا طبق سلطه فيه كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم، اللي بيحتاجها الطفل في المراحل الاولى من عمره. وعملنا سلطه خضراء، عدل الفراخ بتاعتي شويه رز بالكاري لطاف، واخدين طعم الكاري. قولوا معايا بصوت عالي كده ثقه ان احنا بنخش المطبخ لازم يكون عندنا عزيمه من جوانا ان احنا نعمل حاجه جديده وبشكل جديد وبطعم جديد زي اللي عملناه النهارده بمكونات بسيطه جدا. يعني نقول مع بعض رؤيه، فن، ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.